مختار لمريم من بيت عنيا. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قارورة طيب نارد خالص كثير الثمن، وكسرت الصندوق وسكبته على رأسه. وكان قوم مغتاظين في أنفسهم وقالوا: لماذا كان إتلاف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وتذمروا عليها. فقال يسوع: دعها، لماذا تزعجونها؟ لقد صنعت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى شئتم تحسنون إليهم، وأما أنا فلستم معي في كل حين. لقد فعلت ما في وسعها، لقد تقدمت لتدهن جسدي للدفن. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يحدث أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. مرقس 14:3-9. فقط يسوع المسيح يخلص. فسوف تلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. متى 1:21، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. جون 3:16، قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6. وليس هناك خلاص في أي شخص آخر، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أعمال 4:12، فإني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أنا أيضا، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. 1 كورنثوس 15:3-4، الذي فيه لنا الفداء بدمه وغفران الخطايا حسب غنى نعمته. أفسس 1:7. أربع حقائق يجب أن نفهمها بالكامل. 1، الله يحبك كثيرا، فهو يريدك أن تحظى بالحياة الأبدية معه في السماء، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. جون 3:16، يريدك أن تحظى بحياة وفيرة وذات معنى معه. السارق لا يأتي بل ليسرق ويذبح ويهلك، ولكني أتيت لتكون لهم الحياة وتكون لهم أفضل. يوحنا 10:10. بالرغم من ذلك، فإن الكثير من الناس لا يختبرون حياة ذات معنى، وليسوا متأكدين ما إذا كان لديهم حياة أبدية أم لا. لأن 2، الإنسان خاطئ بطبيعته، ولهذا السبب انفصل عن الله.
الجميع ارتكب خطأ، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. رومية 23:23، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. 1 تيموثاوس 16:10، أجرة الخطية هي موت، لأن أجرة الخطية هي موت. 6:23. يحدد الكتاب المقدس نوعين من الموت، الموت الجسدي، وكما وضع للناس أن يموتوا مرة واحدة، ثم بعد ذلك الدينونة، 9:27، الموت الروحي أو الانفصال الأبدي عن الله في الجحيم. أما الخائفون وغير المؤمنين والرجاسة والقتلة والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذابين فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، وهي الموت الثاني. 1:28. إذا انفصل الإنسان عن الله بسبب خطيته، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ كثيرا ما نعتقد أن الحلول هي الدين والعمل الصالح والأخلاق الحميدة، ولكن ليس هناك سوى حل واحد من الله. 3. يسوع المسيح هو الطريق الوحيد إلى السماء. هذا هو إعلان الله. قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يوحنا 14:6. دفع العقوبة الكاملة لخطايانا، فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البارة من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح. 1:18. الذي فيه لنا الفداء بدمه وغفران الخطايا حسب غنى نعمته. 1:7. وله الوعد بالحياة الأبدية، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى الحياة، لكن يبقى عليه غضب الله. 3:36. لأن أجرة الخطية هي موت، ولكن عطية الله هي الحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. 6:23. نحن بحاجة إلى الإيمان بيسوع المسيح لكي نخلص. إن خلصنا هو بفضل نعمة الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح، لا بالنعمة أنت محفوظ بالأيمان، وهذا ليس منك، إنها هبة الله، ليس من أعمال حتى لا يفتخر أحد. 2:8-9. لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. 10:13. المذنب: صلوا بهذا بإيمان. أيها الرب يسوع، أشكرك كثيرا على محبتك لي. أعترف بأني مذنب وأطلب منك المغفرة. أشكرك على موتك على الصليب ودفنك وقيامتك لتدفع ثمن كل خطاياي. أنا أثق بك كربي ومخلصي. أقبل هديتك للحياة الأبدية وأسلم حياتي لك. ساعدني أن أطيع جميع وصاياك وأكون مرضيا لديك. آمين.
كنت تثق في يسوع المسيح فقد حدث لك ما يلي. الآن لك الحياة الأبدية مع الله، وهذه هي مشيئة الذي أرسلني. كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يوحنا 6:40. لقد تم دفع جميع ذنوبك وغفرانها، الماضي، الحاضر، المستقبل. ولكن هذا الرجل بعد أن قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. عبرانيين 10:12. خليقة جديدة في نظر الله، إنها بداية حياتك الجديدة. لذلك إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. 2 كورنثوس 5:17. لقد أصبحت ابننا لله، ولكن لجميع الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. يوحنا 1:12. الأعمال الصالحة ليست وسيلة لخلاصنا، ولكنها دليل أو ثمرة خلاصنا. لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع الأعمال صالحة، سبق الله أن نسلك فيها. 2:10. يرحمك الله.